هو ده مش قصة استماع، ده نص معلوماتي. احنا اتفقنا ان الوحدة فيها اكتر من جزء، فيها الاول نص معلوماتي او قصة استماع، وبعد كده قصة موجهة. يعني قصة موجهة يعني ايه؟ يعني نحفظ المعاني بتاعتها يا عمر، ونشوف مطلوب مننا فيها ايه، ونتمليها، نتملى جزء منها، ونص، وبعد كده حاجة بتتكلم عن التعبير، فقرة انشائية، لافتة، اسلوب نفي، اسلوب نهي، دي كله في المحور. يعني المحور كله بيتكلم عن حاجه. المحور الاول بيتكلم عن موطني. يعني ايه موطني؟ بيتكلم عن الوطن وحب الوطن والحنين للوطن، وازاي الانسان ممكن يسافر ويتغرب ويبعد ويروح ويجي وينجح، بس في الاخر بيرجع في وطنه. وفي نفس الوقت كمان بيضرب مثل بالطيور المهاجره، نفس الحكايه، بتهرب من اوروبا لمصر عن طريق اسيا والبحر الاحمر ومصر، وبعد كده كمان بترجع بعد كده لبلادها. وجايبين نص استماعي او نص نصوص هو اسلامي يا مصر، بيتكلم برضه هو كمان عن حب الوطن. الدرس الاول بيقول حوار مع دكتور مجدي يعقوب. طبعا دكتور مجدي يعقوب غني عن التعريف، جراح عالمي، جراح قلب، مشهور جدا جدا على مستوى العالم مش على مستوى مصر، تمام؟ بس هو ده واحد فين؟ واحد اتعلم في مدارس مصر الابتدائيه وفي الاعدادي وفي الثانوي وجامعه في مصر، بقى دكتور، سافر بره وتلقى العلم وتعب وذاكر ولف وراح وسهر عشان ما يكونش زي اي دكتور، عشان كده ياخد لقب السير مجدي يعقوب. وده لقب بياخده او بتعطيه او انجلترا او بريطانيا العظمى تديه للناس اللي عملت انجازات كبيره جدا جدا في الحياه، زي دكتور مجدي يعقوب. الملكه اليزابيث ملكه بريطانيا قابلته وادت له لقب السير، وده لقب مهم جدا جدا جدا، اللي هو سير مجدي يعقوب. ايه حكايه دكتور مجدي يعقوب؟ في لقاء بينه وبين صحفي، الصحفي بيساله بيقول له، او الحوار الاول بيقول لي طبيب مصري عالمي عاد من الخارج الى مصر لينشئ في اسوان اشهر مركز لجراحات القلب بالشرق الاوسط وافريقيا ومستشفى اسوان التعليمي. زي اي حد هو حاسس ان البلد دي ليها فضل عليه. طبعا واحد زيه في السن ده خلاص، انا تعبت جدا جدا وعملت انجازات وانا اشهر جراح على مستوى العالم في القلب، خلاص هاجي ارتاح. لا، لكن الراجل عايز يرد الجميل للبلد دي، هو بيحب اسوان جدا 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 لان هو نشأ فيها وذاكر فيها وتعب فيها، فهو اختار المكان ده عشان يعمل فيه مستشفى خيري، مستشفى تطوعي، يحط فيه كل خبرته، يحط فيه كل تعبه وسنين حياته علشان لما يموت يبقى فيه حاجه معموله ليه، تمام؟ يبقى ينقل الخبرات اللي اخذها بره يحطها هنا. طيب، احساسي بانني مدين لبلادي وما وصلت اليه من مكانه في عالم جراحات القلب كان اهم دافع لي للعوده لخدمه الناس. يبقى ما هي اهم الدوافع التي جعلت الدكتور مجدي يعقوب ينشئ محافظه، ينشئ مستشفى اسوان؟ هو احساسه انه مدين لبلده، يعني في دين عايز يأديه. انا اتربيت في البلد دي وكبرت فيها وتعلمت فيها، فانا علي دين، لازم ارد الدين ده. واخترت اسوان للمشروع لانني اعشق هدوءها. يبقى دكتور مجدي يعقوب هيعمل ايه؟ هيعمل مستشفى اسوان. طيب ليه؟ ايه الدافع؟ انه مدين لايه؟ مدين لبلده. طبعا قصه الاستماع ونص المعلوماتي احنا بناخد فيه معلومات ما بيتحفظش اطلاقا، بتحكي كقصة. طيب ليه اختار، لماذا أسوان؟ ليه اختار أسوان بالذات؟ بقول لي لأن بقول لأنني أعشق هدوءها وجمالها وتاريخها المميز، فهي مركز إلهامي. إلهامي يعني أفكاري كلها بتيجي في البلد دي، وبلد هادي جدا، لا في صخب ولا دوشة ولا موسيقى ولا عربيات كتير، هادي جدا. طبعا هو دكتور مجدي يعقوب أصلا بيتميز بالهدوء، لأن الجراح أصلا مهنته تحتاج تركيز كبير جدا جدا، ممكن يقعد 8 ساعات و 9 ساعات في العمليه، فاتح قلب واحد ما بيقولش اي حاجه، بس يحتاج حاجه من المساعدين يمد ايده، هو يديله الاله اللي هو ايه، او الشيء اللي هو شغال بيه. يبقى ليه اشتغل او اختار اسوان بالذات؟ ليه؟ لهدوءها، وهي مصدر ايه؟ مصدر الهامه. الهامه يعني ايه؟ يعني مصدر المكان اللي بيطلع فيه كل افكاره، بيجي له افكار وهو في المكان ده. طيب الصحفي بيساله بيقول له الم تخشى من محاربه بعضهم لك وتعطيل مشروعك؟
ألم تخش يعني ألم تخف. طب مين اللي هيحاربه؟ واحد جاي يعمل حاجة خيرية، مين اللي هيحاربه؟ طبعا إن الاستثمار عامة في كل بلد، المستشفيات الخاصة والبزنس، بزنس كبير جدا جدا. ممكن واحد يكون جاي من حادثة وخلاص بيموت، وقبل ما يخش يعمل عملية يقول له الفلوس الأول بره، معروفة، مش يقول له اعمل كده يطلع، لا الفلوس الأول، ممكن يموت قبل ما إيه، ما يدفع الفلوس. فده بيزنس. فبقول له انت مش خايف او ما خفتش من الناس اللي هي الناس دي، الفئه دي بعرضك، اصحاب المشاريع دي؟ قال لي بقى دكتور مجدي يعقوب، قال سنجد في كل مكان بالعالم صعوبات كثيره في العمل. اي حد عنده شغل وكارير في حياته لازم يكون في صعوبات. الدنيا عمرها ما هتكون وردي ولا هتكون كويسه، انا لازم اقابلني صعوبات وعقبات فلازم اتغلب عليها. يواجهها كل البشر، اي انسان في اي مجال في اي كارير لازم يواجه صعوبات. لكنني شعرت بأنه من حق وطني علي واجبي أن أعود لأفيد أهل مصر بما تعلمته ومارسته بالخارج. فمنذ عودتي، يبقى الجزء الأول هو ما انكرش إن فيه صعوبات، وأكيد هو اتحارب، لكن ألف بعد كده أنا صممت إن أنا أعمل المشروع ده مهما يكلفني. طب الجزء الثاني بيقول لي البلد، الدولة يعني، مدت يد العون لي. زي إيه مثلا؟ الإعلانات اللي بنشوفها في التلفزيون دي كلها إعلانات ممولة، فاكيد الاعلانات ديت جزء من القنوات تحملت جزء من التكلفه والدوله تحملت جزء. فبيقول منذ عودتي مد الجميع يد العون، العون يعني المساعده لانجاح المشروع. لماذا مد الجميع يد العون دكتور مجدي يعقوب لانجاح؟ اسمها لام الايه؟ لام التعليم. الدوله كلها وقفت بجانبي ودعمتني ووثقت بما جئت من اجله. يبقى هو قال في الاول ان في صعوبات وفي عقبات، لكن قال الدولة بعد كده دعمتني. ما الواجب الذي قرر مجدي يعقوب القيام به نحو وطنه؟ هو إنشاء الإيه؟ أو نقل كل خبرات علمه إلى الإيه؟ داخل مصر. ما موقف الناس والدولة من مشروع دكتور مجدي يعقوب مد الجميع يد العون من دكتور مجدي؟ الصحفي بيسأله، يميز الهدوء الشديد حديثك، وأنا بكلمك دلوقتي أنا شايفك هادي جدا جدا جدا، يعني مش بتنفعل ولا بتكلم بصوت عالي. وسلوكياتك، حتى سلوكك هادي جدا جدا، فهل يعود السبب في ذلك لطبيعتك الخاصه ام لطبيعه مهنتك كجراح؟ قال له انت اصلا انت ده شخصك كده، ولا المهنه هي اللي فرضت عليك الاسلوب ده؟ تاني، انت عارف ان الجراح بيقعد العمليه ممكن يقعد فيها بالساعات ما بيقولش ولا كلمه. فهو الصحفي بيقول له المهنه اجبرتك ان انت وانت شغال تبقى صامت، فطلعت بره في بيتك في حياتك خدت نفس الطبع، ولا انت اصلا هادئ؟ هو قال له يبقى دكتور مجدي يعقوب قال انا هادئ بطبيعتي، انا كده كده اصلا هادئ، لو اخدت بالك في اول الدرس قال انا بحب هدوء اسوان، هو هادي، لكن كما فرضت علي مهنتي الصمت. احنا قلنا الجراح بيدخل جوه ما فيش خالص ولا كلمه، والمهنه كمان زودت الهدوء ده عنده، فاصبح شخصيته بالطريقه دي. فرضت علي مهنتي الصمت بل حببته الي نفسي، يعني كمان بقيت بحبه، كان يعني هي فرضته عليا في شغلانه او وظيفه بتفرض حاجه معينه على صاحبها لكن يكون كارهها، وفي وظيفه او شغله معينه او مهنه بتفرض على صاحبها حاجه بس هو حاببها، فرق كبير جدا جدا. ففي عالم الطب وبخاصه الجراحه، خد بالك انت لقيت ايه عندك؟ لقيت في شرطه كده وفي شرطه كده وجواها خاصه الجراحه. يعني ايه الجمله دي؟ الجمله دي ممكن اقدر استغنى عنها في وسط الكلام، مش هتاثر في الكلام. تعال نشوف كده، ففي عالم الطب يكون الجراح الهادئ. شلت الجمله دي ما اثرتش، تعال نحطها، ففي عالم الطب وبخاصه الجراحه يكون الجراح الهادئ القدره على تحقيق النجاح. يبقى الجمله دي ممكن نشيلها ممكن احطها، مش هتاثر على معنى الجمله. بيقول في الطبيب عامه بس خاصه الجراحه، الطبيب محتاج يكون هادي جدا جدا جدا، لانه فاتح قلب واحد، حياه واحد قدامك باولاده ببيته بمسؤولياته بشغله. انسان، حياه الانسان مهمه جدا جدا وغاليه جدا جدا. فهو بيقول المهنه محتاجه منك هدوء، عشان اكون ناجح في شغلي الجراحه بالذات محتاج هدوء، انت فاتح قلب واحد محتاج تكون هادي على تحقيق النجاح في العمليات التي يجريها. تمام، بما يتصف الدكتور مجدي يعقوب بالهدوء الشديد. طيب ما اهميه صفه الهدوء للجراح؟ ها، تجعله يركز ويؤدي عمله بنجاح. اخر حاجه في النص
الصحفي بيسأله ما أهم ما تنصح به الطبيب المصري؟ أول آخر حاجة هنا صورة مين؟ صورة الملكة إليزابيث والدكتور مجدي يعقوب، وهي بتديله اللقب بتاع السير مجدي يعقوب، لقب مهم جدا جدا جدا. طيب بتقول له، أو الصحفي بيقول له، ما أهم ما تنصح به الطبيب المصري؟ أنت واحد عالمي جدا جدا جدا، المفروض تعمل لك فيلم وثائقي، المفروض تدي محاضرات، بس هو سنه كبير عامة يعني ما يسمحش بده. تنصح الطبيب المصري بإيه؟ إيه اللي لنا خبرتك عشان يوصلوا للمرحلة دي؟ بيقول له إيه بقى؟ دي بقى بالنسبة لي للطبيب وللمعلم وللمهندس وللطالب وكل حاجة. إيه هي؟ أن يتعلم بطريقة مختلفة ولا يعتمد على الكتاب والمذكرات المختصرة فقط كي ينجح. أنت مهندس شاطر في شغلك وشاطر جدا ومش محتاج حاجة، والشغل اللي مش ملاحق، مش ملاحق، أنا بقول لك أهو مش ملاحق عليك، ما تقولش أنا خلاص كده 100 100، طور من نفسك. أنت مدرس عندك شغل كتير جدا ومحبوب كتير جدا جدا، وعندك مش ملاحق وبتكنسل نص الشغل بتاعك، تمام، وبتشرح بطريقه كويسه، ما تقولش انا خلاص كده في التوب، طور من نفسك، دايما اطلع على كل جديد. انت دكتور عندك كلاينتس كتير جدا جدا جدا، وعندك قاعده زبائن كبيره جدا جدا، وشغال وشاطر كل حاجه، ما توقفش عند هذا الحد، طور من نفسك دايما. فالدكتور مجدي يعقوب بيقول ما تعتمدش على الكتاب، انت طالب بتذاكر ما تعتمدش على الكتاب، خد معلومه من بابا، من ماما، من مدرس، من عمه، من خاله، من البواب اللي تحت، من عامل النظافه، اي حد تقدر تستفيد منه استفاد منه. وان يتدرب ويسعى جاهدا بقدر ما يستطيع حتى يلم بكل جديد، لازم تتواكب التطور، كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، ان ما كنتش انت في يوميا تتعلم حاجه جديده مع انك في شغلك مش محتاج، صدقني هي يوم من الايام هتنزل تحت خالص. طول ما انت مواكب كل جديد وبتطور من نفسك وبتذاكر دايما، ده في كل الوظائف هتبقى حد انجح من السنه اللي قبلها. فاهم شيء في العلم بوجه عام والطب بصفه خاصه هو الاعتماد على الذات في البحث العلمي، تاني وتالت ورابع، اعتمد على الذات، ما تستناش حد يجيب لك المعلومه، ابحث انت على المعلومه، اتعب انت في المعلومه، صدقني المعلومه تتعب فيها عمرك ما تنساها، المعلومه اللي بتجيبها بعد تعب عمرك ما هتنساها وتأثر فيك جدا جدا. الجزء الخاص، انا قلت النصيحه دي كلها مش الطبيب، لان البحث والمذاكره والتعب الجديد ده على كل الوظائف. وكمان الكلمه الجايه دي، والضمير الحي، مش بس الدكتور اللي يكون عنده ضمير، يعني انا شايف فيديو من قريب اول امبارح، دكتور بيعمل تكميم معده، واحد رايح له مش تخين عادي جدا يعني، او عنده مثلا 10 كيلو دهون زياده او 15 كيلو، قال له هنعمل لك عمليه تكميم معده، وعملوا له عمليه تكميم معده واتوفى في الحال، ومراته طلعت تعمل بث مباشر. فده ما عندوش ضمير، انا مريض جاي لي، انت السمنه عندك مش واو، مش كبيره جدا جدا، ممكن دايت ورياضه وتعمل، انصحه، مش عشان اخد منك وامص دمك واخد فلوس منك اعرض حياتك واشرد الاسره كلها بسبب دكتور غير او معدوم الضمير. ما تقول له انت عندك والله الدهون اللي عندك مش كتير، ده شفت صورته والله عادي جدا، هو زايد شويه بس مش الدرجه اللي هي بقى يعني الحاجه الفظيعه. كنت تقول له لا والله عمليتك او شكلك ما يحتاجش لعمليه التكميم المعده، انت احسن ريجيم او رياضه، لكن هو عشان ماني وفلوس وبتاع اخذ الاتعاب وعمل عمليه والراجل مات طبعا، ولا حول ولا قوه الا بالله. المدرس محتاج ضمير، المهندس هو بيعمل بيت، انت هتعمل بيت وتمشي، في ناس هتسكن وفي برج هيتسكن، في الاف الناس هتسكن، في اطفال، في ناس، لازم يكون عندك ضمير وانت بتخطط للمبنى ده. المدرس لازم يكون عندك ضمير وتعامل الطالب كابنك مش كمدرس، هو الموضوع مش بيزنس، مش فلوس بس، انت تتعامل مع الطفل او الطالب كانه ابنك. اي مهنه في الدنيا محتاجه ضمير، والضمير الحي، لان الطب مهنه تتعامل مع الام الناس واوجاعهم، لذا على كل طبيب ان يدرك ان مهنته هي تخفيف الالام. طبعا الطبيب لازم اللي جاي له مش جاي له يتدلع، اللي جاي له صاحب مرض، صاحب الم، فتكون رفيق او 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 رحيم بالعيان ده، مش حالتك ميؤوس منها وانت لا، لازم اطمنه، ولازم يكون في علاقه كويسه بين الطبيب والمريض بتاعه، ما يكونش علاقه الدكتور بمريض، لا، يكون انسان قبل ما يكون دكتور. وحسن التعامل مع المرضى، مش انا في مكان هم في مكان، لا، ليس فقط بالعلاج او الجراحه امال ايه، ولكن بتقديم يد العون في اي شيء يطلبونه، زي المدرس بالظبط، قلت لك انت مش مدرس بس،
ما تقولش انا مدرس واشرح الماده بس، اشرح الماده والطفل انت ليه كاب مش ليه كمدرس. يبقى دكتور مجدي يعقوب دكتور عالمي جراح قلب رجع عشان يعمل ايه؟ مستشفى للقلب. ليه اختار اسوان بالذات؟ لانه يعشق هدوءها وهي مصدر الهامه. ليه هو عاد من بره وعايز يعمل مستشفى؟ لانه احس انه مدين لبلده. هو لقى صعوبات، لقى صعوبات في الاول لكن الجميع مد يد العون. هل شخصيه دكتور مجدي يعقوب هاديه ولا غير هاديه؟ هاديه طبعا بطبعه، هي هو اصلا منذ الطفوله كده ومع الوقت والمهنه فرضت عليه ده. ايه هي نصائح دكتور مجدي يعقوب للاطباء؟ البحث، العلم، الاعتماد على الذات، البحث، عدم الوقوف عند حد معين، والرحمه عايز اقول ايه؟ الرحمه بالاشخاص، وكمان الضمير الحي، ولان المهنه دي بتتعامل مع الام الايه؟ مع الام الناس. هو ده الدرس، مش محتاج منك غير كده خالص. عندك الكلمات اللي هي بالازرق هتحفظها بس، اللي بالازرق بس المعنى بتاعها والعكس بتاعها، ولو هي جمع او اسم هتحفظ الاسم ايه بتاعها. ده بالنسبه للدرس الاول. هناخد الدرس الثاني كمان، اسلامي يا مصر، وده نشيد مهم جدا 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 لان فيه حاجات انت اول مره تاخدها. نشيد اسمه ايه؟ اسلامي يا مصر. طبعا ده اللي غنته ام كلثوم، اسلامي يا مصر. طيب الشاعر هنا بيقول ايه؟ الشاعر هو مصطفى صادق الرافعي، مش الرفاعي، اسمه كده. انا سمعت كتير جدا جدا بيقول لك الرفاعي، مصطفى صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي. الشاعر بيقول اسلامي يا مصر، يا مصر، بيدعي لمصر. طب ده تعبير مجازي ولا تعبير حقيقي؟ عندنا في الدرس ده حاجتين، حاجه اسمها تعبير مجازي يعني غير حقيقي، وتعبير حقيقي. تمام؟ لما هو يقول اسلامي يا مصر، ده تعبير مجازي ولا حقيقي؟ ده تعبير مجازي. ليه؟ شبه مصر بانسان بيدعي له. هي مصر دي انسان؟ لا. يا مصر اسلوب نداء برضه نفس الحكايه، شبه مصر بانسان ينادى، يبقى ده تعبير ايه؟ تعبير مجازي. طيب الشاعر بيقول هقراه بعد كده هشرحه. اسلامي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين ديني، لك يا مصر السلامه وسلاما يا بلادي، ان رمى الدهر سهامه اتقيها بي فؤادي، واسلمي في كل حين. تاني، اسلامي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامه وسلاما يا بلادي، ان رمى الدهر سهامه اتقيها بي فؤادي، واسلمي في كل حين. الشاعر بيقول اسلامي يا مصر انني الفدا، اسلامي يعني كوني سالمه بعيده عن كل شر، بيدعي لها. يا مصر مش محتاجه ترجمه، انني الفدا اي انني تضحيه لك او انني اضحي من اجلك، يعني لو حياتي هتروح عشان ادافع عنك فانا الفدا التضحيه. ذي يدي، كلمه ذي معناها اسم اشاره بمعنى هذه، كلمه ذي اللي هي هذه، بيقول لي ايه؟ ذي يدي، هذه يدي، ان مدت الدنيا يدا، لو الدنيا مدت ايديها عليكي فايدي اهي، عامل زي ما يكون واحد بيقول لابنه ايه؟ خليه بس يكلمك كده، خليه مد ايده عليك وانا هقطعها له، نفس الحكايه. الشاعر بيقول هذه يدي ان مدت الدنيا يدا، حطها كده واشيل خط عنك، ده في معناه. طيب ذي يدي ان مدت الدنيا يدا، ده تعبير مجازي ولا حقيقي؟ ذي يدي تعبير حقيقي. إن مدت الدنيا يدا، هي الدنيا لها إيد؟ الدنيا لها إيد، يبقى تعبير مجازي، صور الدنيا بإنسان له يد. نكمل. أبدا لن تستكيني أبدا، أبدا يعني لا. تمام؟ لن تستكيني، لن تخضعي ولن تذلي. يعني عمرك ما هتخضعي ولا تذلي. خدنا في السنة الثالثة لن أسلوب نفي للمستقبل، لكن لم أسلوب نفي في الماضي. لم أذهب إلى المدرسة بالأمس، ما رحتش امبارح، في الماضي. لن تستكيني أبدا، بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن اللي جاي. عمرك ما هتخضعي ولا تذلي طول ما في جنود ليكي وأولادك، لا أبدا
لن تستكيني ابدا ابدا، لن تخضعي ولن تذلي. تمام. انني ارجو، كلمه ارجو معناها اتمنى، مع اليوم غدا، يعني النهارده وبكره وبعده في المستقبل عمرك ما ايه؟ ما هتستكيني، اي عمرك ما هتخضعي ولا تذلي. وايه كمان؟ ومعي قلبي وعزمي للجهاد. مش بس كلام، ده انا معايا قلبي، تمام؟ وعزمي يعني اصراري، العزم اللي هو الاصرار، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، الجهاد يعني الدفاع عن الوطن. تمام؟ ولقلبي انت بعد الدين دين، معناها ايه بقى؟ معناها ان منزلتك يا مصر في قلبي بعد دين ربنا، الدين الوطن، صح؟ معروف المقوله دي مشهوره جدا جدا جدا، هو بيقول كده، ولقلبي انت بعد الدين دين، مكانتك في قلبي بعد دين ربنا، الدين الاول وانت بعدين. تمام؟ هو ده الترتيب، الدين الوطن، الدين الوطن، ولقلبي انت بعد الدين دين، منزلتك في قلبي بعد دين ربنا. لك يا مصر السلامه، برضو بيدعي لمين؟ لمصر. لك يا مصر، اتمنى لك السلامه، برضو اسلوب او تعبير مجازي، شبه مصر بانسان يدعو لها. وسلاما يا بلادي، بيرمي عليها السلام، تمام؟ اي اسلام يعني. طيب، إن رمى الدهر سهامه، كلمة إن رمى، رمى يعني ألقى، الدهر يعني الزمان، الدهر يعني إيه؟ الزمان. عرفت منين إن الدهر الزمان؟ ربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي بيقول يؤذني ابن آدم أن يسب الدهر وأنا الدهر. ربنا بيقول أنا بتأذى جدا جدا إن ابن آدم يسب الزمن وأنا الزمن. يؤذني ابن آدم أن يسب الدهر وأنا الدهر. يسب الدهر إزاي؟ ده ساعة سودة، يوم أسود، سنة معرفش يعلم بها إيه، يومك متنيل، سنتك معرفش إيه. طبعا كلنا بنقول كده، بتلفظ كده. فربنا بيقول ده بيأذيني أنا ليه؟ لأن أنا الدهر، ربنا هو الزمن. فكلمة الدهر يعني الزمان. طب الشعر بيقول إيه؟ لو الزمن رمى سهم عليكي أتقيها بفؤادي، هحمي السهم ده او احميكي بقلبي مش بجسمي، ده انا هقف قدامك كده كدرع، السهم يجي فيا قبل ما يجي فيك. طبعا الشعر ممتاز جدا جدا للشاعر الكبير دكتور مصطفى صادق الرافعي، في معاني كبيره جدا جدا لحب الوطن. بيقول ان رمى الدهر سهامه، لو الزمن ادالك سهم، معناه ايه بالكلمه دي؟ معناها يعني لو جت عليك المصائب والشدائد انا ايه؟ هحميها، هكون درع ليكي واحمي عنك الكلام ده. طب ان رمى الدهر سهامه، ده تعبير مجازي ولا حقيقي؟ طبعا تعبير مجازي، انه شبه الزمن بانسان يلقي السهم. اتقيها بفؤادي، برضه تعبير مجازي، شبه قلبه بدرع يصد او يواجه السهم قبل ان يقع عليه على مصر. ان رمى الدهر سهامه اتقيها بفؤادي، فؤادي يعني قلبي، واسلمي في كل حين، اي كوني سالمه في كل وقت. ادي النص، الكلمات اللي احمر هتحفظها بس، النص حفظ، انا بقول لك احفظه، هو مش عليك حفظ، حفظ لانه ممتع جدا جدا جدا. تاني، اسلمي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين ديني، لك يا مصر السلامه، وسلاما يا بلادي، ان رمى الدهر سهامه، اتقيها بي فؤادي، واسلمي في كل حين. الشاعر مصطفى صادق الرفعي. شعر الدرس فيه كتير جدا جدا تعبير مجازي، اسلامي يا مصر. تمام؟ كلمة إن مدت الدنيا يدا، إن رمى الدهر سهامة، أتقيها بفؤادي، واسلامي في كل حين، كل دي أساليب إيه؟ أو تعبير مجازي. بيقول لي يعني إيه تعبير مجازي؟ التعبير الحقيقي هو استخدام الألفاظ في مكانها الحقيقي، زي المعلم مبدع، الطالب مجتهد، الجندي قوي. طيب التعبير المجازي هو استخدام الالفاظ في معاني غير مكانها الحقيقي. الجندي قوي، الجندي كالاسد، ده تعبير حقيقي، تعبير مجازي. ها، السماء تمطر، عايز اخليها تعبير مجازي، السماء تبكي، الولد يجري مسرعا، تعبير حقيقي، الولد يجري كالفهد، هنا تعبير مجازي، شبه الولد بسرعته بالايه؟ بالفهم. ده التعبير المجازي والتعبير الحقيقي. تاني حاجه، حاجه اسمها كلمات على نفس الوزن، زي الفدا، يدا، غدا، قلبي، عزمي. يبقى الفدا، غدا،
أبدا، دي كلها كلمات على نفس الوزن بتطرب الأذن، بيكون وقعها على الأذن. جميل. طيب كلمة عزمي، قلبي، دي برضو كلمات على نفس الإيه؟ على نفس الوزن. بلادي، فؤادي، كلمات على نفس الوزن. اللي بيجي في امتحان إيه؟ بيقول لك استخرج من النص تعبير مجازي. كلمة إن رمى الدهر سهام، اختار تعبير مجازي ولا حقيقي. كلمة فؤادي معناها إيه؟ قلبي. كلمة عزمي معناها إيه؟ إصراري. كلمة تستكيني معناها إيه؟ معناها تخضعي. كلمة رمى معناها ألقى، الدهر معناها الزمان. كلمة الفدا وأبدا بينهم نقط، بينهما أو كلمات على نفس الوزن، استخرج من النص كلمتين على نفس الوزن. آدي كل اللي بيجي فين؟ في الدرس بس، في الامتحان. تمام؟ أنت عندك الأسئلة هتلاقيها عندك، حل عليها. الحصة الجاية إن شاء الله هناخد أقسام الكلام، الاسم والحرف والفعل. تمام؟ نشوفكم على خير الحصة الجاية إن شاء الله. ده بالنسبة لليوتيوب. بالنسبة